لا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا وكفى بالله حسيبا. القرآن أكرمني وأنا أقولها لله، القرآن أكرمني، كنت فقيرا فأغناني الله بالقرآن، وكنت ضعيفا فقواني الله بالقرآن، وكنت وحيدا ليس لي إخوة صبيان، ومن الله تعالى علي بإخوة أفاضل أحسبهم على خير، وهذا والله ببركة القرآن. وأنا أقولها لله، إذا استغنى الناس بأشيائهم فاستغنى أنت بالقرآن، وإذا اعتمد الناس على أموالهم فاعتمد أنت على القرآن، وإذا ضاقت عليك الدنيا يوما فوديك الفسيح الرحيم هو القرآن. ويكفيك ما قاله الإمام الطبري رحمه الله: كنت فقيرا فأغناني الله بالقرآن، وكنت ضعيفا فقواني الله بالقرآن، اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. وهذا المعنى تحقق في قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما قاله الإمام الشاطبي: وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. فأحمد الله تعالى أن جعلني من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبي وأمي، وأن يرحم مشايخنا ومن علمونا ومن لهم حق علينا، وأن يجعلنا من الذين يعملون فيخلصون، ومن الذين يخلصون فيتقبل الله سبحانه وتعالى.